المشكله الاولانيه البنوته، واحده صاحبتها كانت مرتبطه بشاب وكان يدوبك على ان هم فاضل لهم شويه وقت واتخطبوا، ضربوا خناقه بنت لذينه. بعد الخناقه اللي بنت لذينه دي سابوا بعض، سابوا بعض زي ما بيقولوها كده بالانجليزي فور جود، يعني سابوا بعض سابوا بعض خلاص كده الموضوع انتهى. بعد ما سابوا بعض شويه هي قررت ان هي تصلح ما بينهم وبزق من صاحبتها ساعات، فاللي حصل انه هي ابتدت تتكلم مع هذا الشاب علشان تصلح الامور، وهي بتصلح الامور اتقربت له، فبقى في ود، بقى في هات وخد وكده، بقى في مكالمات تليفون، وبقينا بننزل معاه بحجه ان احنا بنقابله علشان نصلح الامور مع صاحبتنا، ولكن مش هي دي الحقيقه. الحقيقه ان هم فجأة اكتشفوا ان هم متعلقين ببعض، وفجأة اكتشفوا ان هم بيحبوا بعض، ونسيت خالص صاحبتها، ارتبطوا فعلا ببعض ودلوقتي هم في علاقة. المصيبة بقى فين غير طبعا ان هي صاحبتها؟ المصيبة ان صاحبتها دلوقتي بتعيط وبتقطع في شرايينها وعايزة ترجع له وبتكلمه، وهي ابتدت تغير من صاحبتها وما بقتش عارفة تعمل ايه، يعني حاجة كده غريبة جدا. اعمل ايه يا رضو؟ طيب الجزء الاول في هذه المشكلة، أنا بكلمها وهي قالت لي إن هي هتتفرج على حلقة النهاردة. لو أنا وأنتي صحاب، لو أنا وأنتي صحاب يا دي عشان تبقي عارفة، هترضي على نفسك إن أنا أتخطب لخطيبك؟ هترضي على نفسك إن أنا أتجوز جوزك وأنا وأنتي صحاب؟ الحقيقة لأ. فليه اللي أنتي بترضيه على او ما تدوش على نفسك ترضيه على غيرك؟ نمرة بقى اتنين وده الاهم، بتحبيه على راسي، معجبة بيه والولد كويس تمام، لكن في حاجتين انا عايزة اقولك عليهم. الحاجة الاولانية، الطيور على اشكالها تقع، يعني انتي زيك زي صاحبتك بالظبط، يعني محترمة وبنت ناس وكويسة ولطيفة وذكية و و و و و لما صاحبتك تسيب راجل أكيد سايباه عشان عيوب، يعني أكيد هو كان فيه عيب قاتل عشان صاحبتك هي بتحبه قوي كده، ورغم إن هي بتحبه قوي كده سابته. فالحاجة الأولانية، ما فكرتيش في العيب اللي صاحبتك سابته علشانه؟ ما فكرتيش إن ده هيحصل معاكي؟ نمرة اتنين، ممكن تكلميني عن حاجة اسمها تأنيب الضمير؟ يعني ممكن تكلميني ازاي هتعرفي تعيشي مع الراجل ده وتحبيه وتتجوزيه وانتي صاحبتك اللي كلتي معاها عيش وملح وكلتي معاها في طبق واحد، في طبق واحد، حتى تناسي كل ده وتعيشي ان كأن شيئا لم يكن؟ انا عايزه اقولك على حاجه، الدنيا داين تدان، واللي هتعمليه النهارده في واحده ست هيتعمل بكره فيكي اضعاف مضاعفه. وياما شفنا قصص لأسامي وأسامي تقيلة ومشهورة خدت الراجل من على مراته، راح جاية واحدة تانية واخدة برضو من على مراته وفضيحة بجلاجل. هي اسمها كارما، كارما دي بالإنجليزي، يعني كارما دي راح نترجمها بالعربي اسمها الدنيا داين تدان. اللي انت هتعمليه النهاردة في واحدة ستة هيطلع بكرة على جتتك أضعاف مضاعفة. الحقيقة أنا مش موافقة على العلاقة دي، لأنها صاحبتك كمان. أنت مش بس بتجرحي واحدة ست أو بنت تانية، أنت بتجرحي صاحبتك وبتجرحي العشرة والعيش والملح. لو عندك ذرة من الشفقة والرحمة وعندك حاجة اسمها تأنيب ضمير، سيبيه سيبيه، وربنا هيعوضك أكيد، هيعوضك لأنك كنتي بنت ناس، وهيعوضك لانك كنتي طيبه، وهيعوضك لانك كنتي بره بصاحبتك. ما تعمليش فيها كده. في اغنيه لامال ماهر مش فاكره اسمها ايه، بس امال ماهر كانت بتقول في الاغنيه دي بما معناه، روح دور لك على اي واحده تانيه ما عدا هي، لان هي اللي حرمي نفسي في حضنها واشتكي منك، هي اللي هعيط معاها علشان انت سبتني، هي اللي هتشيل همومي، هي اللي هتبقى ظهري وسندي بعد ما انا وانت سيبنا بعض، فسيبها هي وروح لاي واحده تانيه. سيبيه. ده رايي في المشكله الاولانيه.